بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي المتابعين. طبعا كثير المتابعين في التعليقات قالوا شغل او حاول انك تشغل الضغط على ستارتر كباستر زين، او مكثف اقلاع. زين يا حبايبي، دور على مكثف اقلاع. طبعا مكثف الاغلاع هذا عندي هنا كان المكثف العادي، راح ارد واركبه ايضا، نركب مكثف الاغلاع. زين طبعا مكثف الاغلاع راح يكون اسود يركب مع الرن. قبل هذا أمانة لتخطي مشكلة توقيت في الضغط راح أشغلها مباشرة مع الكهرباء زين القادمة من المصدر. يعني أول ما نشغل الكهرباء راح يشتغل معنا شو يسمونه الضغط زين، دون الانتظار إلى امر من الوحدة. راح اركب الكومن مباشرة مع الكهرباء هنا. كثير اركب هنا. طبعا الحين لا يوجد اي كهرباء، هذا طبعا كهرباء اوكي، سلك الكهرباء تأكد أنه لا يوجد أي كهرباء. راح نركبها بس الواقي هذا، لا نريده الآن، لا نحتاجه صراحة زين في هذه المرحلة، على أساس أنه ما يسوي لنا أي مشكلة. هذا طبعا كذا راح يكون اول من شغل كهرباء راح يشتغل معنا بالضغط. اهم شيء صراحة يجب الانتباه ان عندنا هنا نوتن عندنا حار ايضا اوكي، ما عندنا مشكلة، عندنا حار عندنا هذا حار اوكي، يجب الانتباه لهذه الأمور زين. هذا حار مباشرة مع الضاغط، المروحة لم تعمل زين إلا إذا وصلناها من هنا. يهمنا صراحة الضاغط أيضا، هذا راح نركب له مكثف اقلاع، مكثف اقلاع يركب بهذا الشكل. راح تركب له هذا المكثف، راح نركب له مكثف الاقلاع ايضا بهذا الشكل. تحتاج الى سلك اخر مكثف الاقلاع راح يوصل مع الستارت زين. راح نجرب هذه الطريقة أولا أوكي، هذا مكثف ولا
نشوف هل راح يشتغل او لا. بسم الله. اذا ون وزن وحن وكن وفن مصيبة. بسم الله. زين راح نجرب مكثف الاقلاع اولا ونشوف الوضع في الجهاز. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس الشيء حلو راح نكثف الاقلاع. اوكي زين الحين فصل. نفس الشيء حلو مع نكثف الاقلاع. ايضا بعض المتابعين للامانه تكلموا عن طرق الضغط. حاولت طرق الضغط. طرق الضغط الله يحفظكم راح تكون بمطرقه بلاستيك. راح نخلع الغطاء هذا. زين نخلع الغطاء أثناء محاولة طرق الضغط. طبعا ما راح نستطيع ان نطرقه من كل الجهات. طبعا تطرقه بطبخة. بمطرقة مش مطبخة. بمطرقة. بسم الله. ما في فايدة. ايضا المحاولة الاخيرة راح نجرب نعكس الدوران بوضع النوترل مع الستارت. زين شغلناه شوي وبندنا. ايضا راح نحاول مرة ثانية. بسم الله. يلف تقريبا عكس. نجرب بعد مرة ثانية. زين الحين راح نحاول رجع السلك. زين نشوف هل راح يلف ولا لا. ما عندنا مشكلة صراحة في عكس الدوران، يعني يلف ما يون ولا يحن ولا يزن، لكن الحين أيضا مثل ما قلت راح نرجع الأسلاك مرة ثانية ونشوف الوضع هل راح يشتغل أو لا. نجرب بعد مرة ثانية نشوف. ما
عندنا مشكلة في المعكوس، ما في ونة ولا حنة ولا زن. زين الكهرباء مقطوعة، نفس السلك. المحاولة الأخيرة، شوف هل راح يون أو يحن أو يزن أو يون. بسم الله، ما في مجال. لا الطرق نفع ولا العكس نفع ولا الستارتر كباستر نفع، وبذلك نكون سلمنا على هالضغط. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في بقاط أخرى نتعلم مع الجمال. إذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب، وأيضا نشر محباكم. نشوفكم على خير إن شاء الله.